ديبارتمنت، وده خلوا لي ان شاء الله بلدي الصحة العافية. هذا شغالين في دخول المستشفى، احنا هنا في الانترناشونال ديبارتمنت. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. معكم دكتور كوين أو دكتور صديق من كوين انترناشونال جروب، السياحة العلاجية في الهند. حاليا دي من مستشفى فورتيس اسكورت. مستشفى دي مشهورة بجراحة القلب للأطفال، عندهم دكتور اسمه دكتور كريشنا أو دكتور آيار كريشنا. هو دكتور كبير في العمر، جراح قلب، خبرة كبيرة جدا جدا. دي صورته هنا فوق. فلو عندك أي مريض عنده مشكلة بتاع القلب، عنده أي مشكلة من أنواع المشاكل بتاع القلب، ممكن تجيبه هنا لدكتور آيار. فمستشفى ممتازة، التيم ممتاز خالص خالص. حتى عندهم هي اصلا المستشفى بتاعت شنو بتاع القلب، يعني هارت انستتيوت، لانه مستشفى فورتيس عندها كميه من الافرع. تمام، الفرع ده مشهور بالقلب. دكتور ايار، في دكتور ايار وفي ثاني دكتورين، هم تيمين ثلاثه اتيام، لكن انا شخصيا قاعد احبس دكتور ايار. اول حاجه دكتور ايار زول كبير زي ما شايفين صورته، واحد. اثنين، ما قاعد يتكلم كثير الدكتور ده، يعني ممكن لما نتكلم معاه ولما نقابله نتكلم معاه بس بيشرح لك، بيقول لك والله المريض عنده واحد اثنين ثلاثه، انا ما بتكلم كثير. جراح ممتاز جدا جدا جدا. قد تكون تكاليف اغلى من مستشفيات ثانيه، لكن في النهايه بتدوك نتيجه ممتازه. تمام، فممكن يوريكم دي المستشفى هنا، يو كان شو ذم. فده شكل المستشفى هنا كده. حتى جنبهم المترو، يعني ممكن انت تمشي بالمترو للفنادق. الفنادق هنا قريبه ما بعيده شديد يعني. ده المترو هنا، يو شو ذم ذيس مترو. ده المترو هناك، ده شكل المحطة بتاعت المترو. فدي كانت محطة المترو، وده شكل المستشفى هنا. الفنادق من هنا ما كثيرة، يعني في فندق قريب من المستشفى بتقدر تمشي بالأرض. تمام، فإذا احتجتوا لأي شيء، أي استفسار عن دكتور أيار، ولا عندك مريض عنده مشكلة بتاعت قلب للأطفال، ممكن ترسل لنا التقرير الطبي وبنرسله لدكتور ايار او التيم تبع دكتور ايار، بعدين بيردوا لنا. ومرحبا بكم، يعني انا ما اول مره اجي المستشفى دي، جيت كم مره يعني. ما شاء الله النتائج بتاع دكتور ايار من المرضى بتاعنا كانت كلها ممتازه. مرحبا بكم، وربنا يكتب الصحه والعافيه لكل المرضى، وجزاكم الله خيرا. ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب، تلقوا الرقم تبع الواتساب تحت في اسفل الفيديو، ممكن ترسلوا لنا في الواتساب، ممكن تتصل عليه يعني، يا واتساب يا اتصال، ما في مشكله. ومرحبا بكم ان شاء الله. Hello, my name is Dr. Krishna Iyer. I am the chief of pediatric cardiac surgery at the Fortis Escorts Heart Institute in New Delhi, India. We treat all children, babies, infants, and older children who have congenital heart disease. We get children from all countries in the world, and they get high level of care and treatment in this hospital. Sir, what about your experience? My experience in this specialty is over 35 years, and I have operated on more than 15,000 children with congenital heart disease, with internationally accepted results. All right, thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.
ده شكل المستشفى من الداخل. ده المدخل بتاع المستشفى هنا كده. من هنا الكاونترات دي هنا دي اللي بتطرح فيها شنو لا لا القروش المستشفى بتيجي تدفع في الكاونترات دي. ده هنا شكل المستشفى هنا كده. ده من الداخل هنا كده تدفع القروش هنا في المحلات المكتوب عليها هنا الكاش دي تحل القروش تدفع هنا. دي المستشفى من الداخل هنا. ده شكل المستشفى هنا الداخل. هناك الصيدلية. ده شكل المستشفى. شراي دي حاجة اسمها كونشا يا شباب. هنقولها هنا. هنا الأكل بيكون كده طول عام. بس هنا زي هذا دكان. الأكل بيكون بالطريقة اللي عند البنجابيين. ولاية البنجاب بياكلوا بالطريقة دي كده. تأخذ كده وتأخذ الملعقة كده وتأخذ ذا كده. حاجة حلوة. حاجة غريبة. مدعم بالمناسبة. شنو؟ ده الشارع الهندي وده الأكل الهندي. ده الأكلة دي فيمس ولا مشهورة في ولاية البنجاب. تمام؟ يعني لو أنت جيت البنجاب هتاكل إن شاء الله. تمام؟ بس. وده هنا أبو خالد في المترو ماشيين نشتري حاجات. ده أبو خالد في المترو. ده المترو هنا. المستشفى بتاعتنا هناك. هناك ديك المستشفى. المستشفى وده هنا ابو خالد يا حاج سلام عليك نو بين ناو ان ذس اريا هي سي ارفع عليه فوق ايوه بس ايوه لا 70 بس ايوه ارفع كده ايوه لفوق لفوق بس بس لفوق ايوه لفوق انزل ايوه ايوه جر عليك اي جر عليك ايوه ايوه ادفع ادفع شريط لزا يعني اجي فوق اعمل زيه كده ايوه زي دار تركع في الم ما في منو كده الليتل بين هي سيد ناو امشي زي كده امشي بكعبك ايوه تعال لحد هنا On your tiptoes. ايوه في الم نو بين هي سي امشي 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 بالامشاطك امشي بامشاطك كده زي 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 ما هو ماشي اقعد هنا فوق اقعد اقعد ودي مستشفى فورتيس اوكلا فرع القلب او التخصص في القلب اكثر حاجه دي المستشفى انت بتجيب المترو كده ثم حطة المترو فوق دي هنا تنزل تحت هنا فديك المستشفى هنا مستشفى فورتيس تخصص في القلب أكثر حاجة عندهم كبد كويس عندهم اي ان تي برضه ممتاز الفوز محنجرة ممتازين الاثنين دول فديك مستشفى فورتيس ده هنا المترو هنا كده نزل المترو وديك المستشفى هناك ننزل من هنا ننزل من هنا زي ذا جدا المترو من هنا بننزل ونمشي هناك المستشفى من هنا المستشفى طوال هنا على طول مستشفى فورتيس فرع القلب دي هنا كده شكل المستشفى ده الشارع العام وده المستشفى هنا احنا هنا حاليا قاعدين ندفع باقي القروش لخالد ففي المستشفى دي هنا لما نقول لك مثلا التكلفة 10,000 تطلع التكلفة مثلا 10 او 11 تزيد عدد الايام ما بخفضوا كثير احنا الحمد لله خفضوا لنا يعني اقول لكم مستشفى ممتازة دكتور ممتاز لكن صعبين في الموضوع القروش ما قاعدين يخفضوا في القروش بالكثير يخفضوا لي 100 يا مستر خالد كان الروت اللي ده بليز اوكي يا مستر خالد نمبر مستر خالد فبتدفع دائما القروش في الكاونترات زي كده حاليا احنا هنا استلمنا الريسيبت بتاعنا ودفعنا القروش وان شاء الله هنمشي الطابق الخامس فوق وطلعوا لنا ولنا خلوه ان شاء الله والحمد لله
لحد اللحظه اموره طيبه والحمد لله. Thank you. دي اخر جرعه في المستشفى وخلوني ماشي البيت. فجات السيستر حصلتنا قالت بديه الجرعه دي وهو ماشي. Thank you. دي هنا كده المستشفى زي ما قلنا يا جماعه تمام. فدي كان اخر جرعه دي خلوني من هنا ده كده خلوني طالعين احنا وده مهلا ابو خلوني الحمد لله على السلامه طالعين البيت. قعدت كم يوم؟ 14 يوم خلودي وامه في المستشفى ما شفناهم والله دي ما شاء الله غايت الحمد لله. خلودي مطلعينه من المستشفى ما شاء الله. طبعا هنا دي كانوا قاعدين في المستشفى من دخلت المستشفى ما طلعت احنا ذاته ما كنا بنجي العنبر ده هنا. فحاليا مطلعيننا ما في زول بيخش العنبر ده لانه الدنيا كورونا. بيخش المريض والمرافق اللي هو دائما بتكون ام المريض وبيقعدوا لحد تتعمل العمليه وينتهوا من العمليه وحتى شنو حد ما يطلعوهم بس. فعندنا مطلعيننا الحمد لله.